خلاص بارك الله عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير. خوتي غادي ندير الموضوع خفيف ظريف، لان مشيت بالسلسله ديال ضربت المصنع. هاد النهار جات الدور على الاجهزه ديال فيم تو 1، فيم تو برو، فيم تو لايت، فيم تو لايت 2، فيم تو 3، فيم تو 4، فيم تو 5 والفيم تو 6. ف منين دوز الفلاش ضروري ضبط المصنع. شحال من واحد سولني هذا السؤال، جاوبت على السلسله القديمه على هذا السؤال هذا. اولا كتخلص من مشاكل الفلاشات القديمه، ثاني حاجه كتستافد من مزايا الفلاش الجديد، ورابع حاجه كتستافد من بزاف ديال الحوايج، والجهاز كيولي خفيف وتقدر تطلع حتى النسخه ديال مثلا ديال الفانكام او الفوريفر او هذا. اولا كنشد الفلاش كنديرو في اليو اس بي ومن في القنوات، نقص شحال من واحد كيقول لك اخويا ملي تبقى تهضر نقص داك، فانا كنخليها باش نقصوها سي الصوت ماشي مشكل. فالجهاز انا هنا مجرب على الفيمتو، فاللي بغى يدير الفي اي بي فياخذ هذا الفيمتو هذا لايت او الفيمتو 1 ويدير فيه كود الفي اي بي. فالكود ديال الفي اي بي كيساوي الفان كام ا، فالفان كام ا كتعمرو ب 130 درهم، كيطلق لك تقريبا عام ديال الفان كام، وكتزاد مع النوفا في الهوت بيرد، ومعاه البين بين في النايل سات، ومعاه البلغاريا سات او الطور. فمن الاحسن تعمر الفي اي بي. انا كنشوفو داك النهار راني قلتها لكم، قلت لكم بان الفي اي بي هو اللي غادي يولي من هنا الفوق هو الاساسي. فكندير اليو اس بي، كنشد الميني، فكنجي كندير ميني وكنجي اليو اس بي. فمن تما كدوز الفلاش، كتمشي لليو اس بي وكدوز الفلاش. انا ما غاديش ندوز الفلاش باش ما ناكلش بزاف ديال الوقت، ندوز غير ملف القنوات باش نوريكم. راه كيما كدوز ملف القنوات كدوز الفلاش هكا وكتبرك اوكي، صافي الفلاش كيدوز. ملي كيدوز الفلاش كيطرو ديمارا الريسيبتور، ديك الساعة دوز ملف القنوات كتكون حتى في التي بي في الجهاز او في ذاكرة الجهاز. تقريبا دغيا كيدوز، ما كيديش بزاف ديال الوقت. ومن بعد ديك الساعة نوريكم ضبط المصنع بالنسبة للاجهزة ديال الفانكا. هنا دوزت ملف القنوات فاش كنبغي ندير ضبط المصنع، هنا دوزت الفلاش. فكنجي الانستالاسيون وكتجي كتلقى فاكتوري ديف، وكتبرك وكدير 4 ديال الاصفار وكدير اول، وهو ضبط المصنع. هنا دابا ديك الساعة منين يدير ضبط المصنع، منين يطفى ويشعل، كتختار اللغة اللي غادي دير، ومن بعد كتمشي كدير ميني وكدوز ملف ديال القنوات من جديد. صافي هادشي اللي كاين، يعني ماشي شي حاجة صعيبة أو شي حاجة. هادشي منين كدوز، كدوز الفلاش هو الأول، كدير ضبط المصنع هو الثاني، عاد كدوز ملف ديال القنوات. دونك ثلاثة ديال زيطاب، الفلاش هو الأول، موراه ضبط المصنع اللي درنا دابا، مور ضبط المصنع ملف ديال القنوات. صافي أخوتي، غنبدا الشرح ديالي تسالى باش ننتقلوا لموضوع جديد. تبارك الله عليكم.